وجينا للمطبخ وبهالبرد يبيلنا شوربة لذيذة وتدفينا. بسوي شوربة كريمة الدجاج بالفطر، لذيذة وسهلة مرة. حمست البصل وكمان معاه الفلفل البارد، ممكن تستغنون عنه بس لقيت شغلتي انقطعت وتحسست اني ما اضيفه. وبضيف فص ثوم بس خليه يذبل البصل. بضيف الثوم. طبعا هالشوربة تختلف عن اللي في المطاعم، هذه فيها دقيق، يعني شوربة دقيق تعتبر الكريمة حقتها من الدقيق. وكمان حنضيف لها مضروف شوربة الفطر، بس للأمانة لذيذة وراح تعجبكم، يعني إدمان إدمان. عندي صدور دجاج مقطعة بحمسها مع البصل، وبضيف بهارات بيضة لها عشان ما تغير لي لون الشوربة. وبستخدم البهارات المشكلة، هذا اللي أخذته من متجر فستقة. خيالي خيالي، ريحته مو طبيعية يا جماعة، مو طبيعي. كذا كفاية. واحمس، لا تحمس من زمان عنها مير. ونملح الدجاج، طبعا الملح حسب الرغبة. نضيف عليها موية مغلية، ما نكثر موية لأن راح نخلط دقيق مع حليب مع موية، نضيفها للشوربة. بعدين بالنسبة للسماكة أنتوا تشوفون، أدمر شوي بس خلاص كذا كفاية. ونجي نسوي الكريمة. عندي هنا الموية حطتها إلى النص، طبعا تعتمد على حسب كمية الشوربة اللي عندكم. عندي هنا شوربة شوفان بالفطر، ما عندي كريمة ما لقيتها، بس مو مشكلة تكفي بالغرض. راح أضيفها، وراح أضيف ثلث كوب معياري دقيق. أنا برضو هذا يعتمد عليكم، أنا بس حطيت الأكواب المعيارية علشان تعرفون بس وش حطيت. وهذا نص كوب حليب. في البداية بخلطه، بعدين راح أضيف الفطر. عندك فطر معلب، فطر فريش، اللي هو أنا بخلط الاثنين. بعد ما خلطت كل شيء راح أضيف الفطر. عندي لو تشوفون فطر معلب وفريش، راح أضيفهم ونخلطه عشان ياخذ طعم الفطر. خلاص خلطت الفطر مع الدقيق مع الحليب مع الموية مع مضروف شوربة الفطر. الحين راح أضيفه لمرقة الدجاج، وأضيف الخليط، خليط الكريمة مع الفطر اللي طحناه، ونخليه على نار متوسطة مع تحريك متواصل. وعلى ما تفوح الشوربة راح أسوي حمسة الثوم بالفطر. قلت لكم الشوربة يعني مختلفة نوعا ما عن اللي ذقتوه في المطاعم، شيء ألذ 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 من اللي ذقتوه. حمس ثوم، وراح أضيف لها كزبرة ناشفة، وكمان حنضيف كزبرة خضراء بس مو الحين، شوية لما تبدأ تطلع ريحة الثوم نضيف الفطر، ما تفرق معلب أو فريش. بعد ما ينحمس الثوم نضيف الفطر. عندي هنا باقي الفطر المعلب وكمان الفطر الفريش، ونحمسه. والله يا بنات هالشوربة إدمان، لازم تجربونها، كل من ذاكها أدمنها. بالنسبة لكمية الثوم تعتمد عليكم أنتم، بس هنا كذا يعني نحب الثوم في الشوربات، وتحديدا هذه الشوربة عشان فيها دقيق فنبي نغطي طعم الدقيق في الثوم. بس لذيذة لذيذة، تعرفون الشوربة الناطعة اللي بالرأس هذه، يعني سووها وادعوا لي. خلاص الحين بعد ما طلعت ريحة الثوم ونحمس الفطر نضيف كزبرة خضراء ونحمسه كذا حمسة على السريع، ونطفي النار ونضيفها للشوربة. بعد ما خلصنا الحمسة نضيفها للشوربة، نخليها تطبخ مع بعض تاخذ الطعم والنكهة. وسماكة الشوربة تعتمد عليكم، تحبونها سميكة خلوها على ثقلها، إذا تبونها تتخفف خففوها بموية. أنا شايفة سماكتها كويسة، شايفين شلون الفطر المطحون معه، حطتها قطع ومطحونة، تعطي نكهة للشوربة أليمة. أخليها تغلي 5 دقائق وخلاص تتقدم بالعافية، وريحتها تموت تموت. وخلصت شوربة كريمة الدجاج بالفطر، لذيذة لذيذة لذيذة، لازم تجربونها.
حلوة بهالبرد بعد، وبالعافية.